Bonjour tout le monde, shalakom. J'espère que la comlah lioum aditkom une nouvelle recette facile, très facile et genre trop trop bonne من الاخر. Elle est trop trop bonne. Ma yani اقتصاديا ما فيهاش يعني حاجه كبيره. فيها دو بولي مع البطاطا وشويه فرماج ويلا يعني شهيتكم في الجنه. نقولها لكم من دوك باسكو سي ترو ترو بون. يعني موا جي ادوري. خفيفه ظريفه سهله تندار تمتم يعني هايله. اول حاجه راني حنبداو بها نغلي البطاطا ديالي. هذه هي نقطعها اون دي ونغليها اون اتوندو يعني تتغلى هذيك البطاطا. راني حندوز نبريباري لا صوص ديالي يعني لا فارس تاعي. نسحقوا فيها بيان سور ان بلون دو بولي مقطع اون بيتي دي. وعندكم تاني الطرشي الاحمر فوالا كما راكم تشوفوا تاني قطعته صغير وحبه بصل تاني مقطع صغيره. وعندكم لي زيبيس اللي هما الملح فلفل احمر شويه كركم شويه توم اون بودغ وفلفل الكحل. وكل وحده الي لي بغدير واش حبت. هنايا ندير واحد 3 مغارف زيت هكذاك. ندير الدجاج ديالي هو اللي يتقلى الاول ومن بعد تيك يعني نقليه غير شويه ونرمي البصل مع الفلفل تاعي. هذه هي. ومن بعد نزيد لهم لي زيبيس ونخليهم حتى يطيبوا يعني يتحمص كلش بيان كوم يلفو. هذه هي. فوالا هاوليك لو ريزولتا يعني ديالنا ابري ما تحمص كلش. دوكا شوفوا هنا البطاطا تاعي تغلات واش نديرو. نحكمو ان بلا فوالا البلا اللي حبيتو ديروه كسوا دي بلا انديفيديوال ولا كل واحد يدير واش حب. تحب تفرغوا شويه بطاطا نص تاع البطاطا ديالكم ديروا لها ان مورسو تاع زبده وديروا لها شويه تاع حليب وتعبزوها كامل كيما هكذا. ديروا قسمه ديروا يعني ليطاج الاول فوالا. بعد تيك واش راني حندير نفرغ لا فارس ديالي. انا هنا رابيت لها شويه فرماج قبل ما نفرغ لا فارس تاعي باش هكذا كي يعني طيب يعني كي نقسمو تبدا يجبد الفرماج هذاك من الداخل. فوالا هنا نفرغ نص كامل يعني لا فارس تاعي. ومن بعد تيك ندير لا ميم شوز نزيد ندير البطاطا يعني لا دوزيام كوش تاع البطاطا ديالي نغلق بها. هذه هي شوفوا سهله مهله و سي سوبر ايدي للعشاء ولا الفطور اي تو. شوفوا هنا يعني حندير البطاطا ديالي فرغتها هنايا باش نعبزها وندير لها شويه حليب قلت لكم شويه زبده. تقدروا ديروا لها فرماج بلون تقدروا ديروا واش حبيتوا. هذه هي. ومن بعد انا واش درت كي سكمت كامل لا بوم دو تيغ تاعي كانت عندي شويه لا كريم ليكيد صافي واش درت فرغتها كامل من الفوق جات بزاف بزاف هايله. فيها هذاك لو فرماج تاعي ما تحرقليش كامل كي رابيتو من الفوق. استعملت فرماج جودا جو سي كواكم راح تسقسوني دونك نقول لكم على الافونس استعملت فرماج جودا فوالا. هنا يشوفوا درت هكذا من بعد مشيتها كامل بلا كويير جات بزاف بنينه على بالكم الفرماج هذاك ما تحرقش الشغل ما قعد ما يبسليش من الفوق جاني هاكل. هذه هي. وشعلت بيان سور شعلتلو غير من الفوق ما شعلتلوش يعني من التحت ولا شعلتلو غير من الفوق قسم يتحمر لي هذاك لو فرماج مع هذيك لا كريم ليكيد باسكو كلش طايب يعني ما نسحقوش حاجه يعني شعلولو من التحت. فوالا هنايا شوفوا كيفاش جاني يعني جاي شهي شهيتكم في الجنه. جيسبر كو عجبتكم هاد لا فيديو. اذا عجبتكم ما تنساوش ديروا لي جيم وتخلوا لي ان كومونتير. شوفوا هنا كي قسمتو جا روعه 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 والله ما يتشبع. ابقوا على خير على بروشين فيديو.